ليا سنين بدعي انه ربي يستجيب وانه يديني حبيب يشاركني رحلة الحياة وتقلي كتير اني عايشة في عالم الاوهام مستني يا فارس الاحلام وكل امالي دي مستحيل بس صوت جوايا كان دايما يقولي انه ليه حكاية هعيشها وفي يوم هغني فرحي وسط كل حبايبي هشكر ربي عشان سمع الدعوات قصادي حبيبي هيكون نصيبي هكون طويل اخيرا اتقابلنا انا وانت وعلى طول ابتدت قصتنا احلى من اللي كنت بتمنى صحيح كتير تعبنا ويا ما تألمنا صعوبات كتيرة واجهتنا لكن أخيرا وصلنا عشان اخترنا نسمع صوت جوانا بيقولنا نسعى نسعى وهيني اليوم بغني بفرحي وسط كل حبايبي بشكر ربي عشان سمع الدعوات وانت حبيبي هو ده فرحي.